اتفاق مع الحوثيين. وقال مصدر حضر لقاء رئيس الجمهورية بقيادات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني إن الرئيس شكل لجنة اقتصادية بعضوية محافظ البنك المركزي ووزيري التخطيط والمالية إلى جانب خبراء اقتصاديين آخرين لدراسة البدائل الممكنة لتصحيح أسعار مشتقات النفط. وطلب هادي من اللجنة إبلاغ جماعة الحوثي ومعرفة ردهم على رسالته وعلى بيان مجلس الأمن الدولي. ينضم إلينا من صنعاء مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، هذه المدة الأربعة أيام وهذه الخطوة من الحكومة، هل تفتح الباب من جديد أمام التفاوض مع الحوثيين؟ بالفعل جلال، وذلك هي تفتح الباب أمام المسار التفاوضي وسط تحركات دولية ومحلية من أكثر من طرف. ولا ننسى اليوم اجتماع مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة مع دعوة وزير خارجية اليمن للمشاركة في هذا الاجتماع، والكلمة التي ألقيت من قبل رئيس الاجتماع والتي أشار فيها بوضوح إلى التحدي الذي تشكله الجماعات المسلحة للعملية الانتقالية، وإلى التعبير عن دعم دول مجلس التعاون للرئيس هادي في سعيه لإنجاح العملية الانتقالية. هذا بالإضافة إلى الرسالة القوية التي وجهها مجلس الأمن بالأمس إلى جماعة الحوثي، مدعومة بمواقف من صادرة من واشنطن ولندن ومن أكثر من طرف إقليمي ودولي. هي بالنهاية تدفع جميع الأطراف باتجاه العودة إلى استئناف المفاوضات. اليوم كان هناك اجتماعا موسعا رأسه الرئيس هادي وحضرته الحكومة ومجلس الشورى والبرلمان وقيادات الأحزاب وهيئة الرقابة على الحوار الوطني وشخصيات أخرى، وتمخض عن نتائج مهمة هي أن تستأنف لجنة المفاوضات مسألة المسار التفاوضي بإعداد صيغة اتفاق شامل مع جماعة الحوثي. طيب وبالتواصل معها مدعومة هذا جيد، مدعومة ولكن من لجنة الطرف الآخر اقتصادية متخصصة. هذا جيد، ولكن الطرف الآخر وأقصد طبعا الحوثيين متمسكون بمطالب أساسية ومبدئية وهم في الشارع، هل رشحت أي مواقف منهم لعودة التفاوض ولحلحلة الأمور؟ في الواقع هناك مؤشرات على أن ثمة بوادر اتفاق بين الطرفين عبر اتصالات تجري في الكواليس، وبالتالي هذا التحرك يأتي بناء على هذه الأرضية. الجماعة هي كانت ترحب علنا بجميع المبادرات، لكنها في المقابل تؤكد أنها مستمرة في التصعيد واحتجاجاتها مستمرة أيضا، وبالتالي ما يعني أنها أمام تحدي حقيقي أمام أولا رسالة الرئيس هادي التي يطالبها بخلق أجواء لإنجاح أي مفاوضات، وأمام أيضا بيان مجلس الأمن الذي يطالبها برفع نقاطها من مداخل العاصمة ومخيماتها كذلك، والانسحاب من عمران، وقف الأعمال العدائية ضد الدولة في الجوف كما جاء في بيان مجلس الأمن. وبالتالي ينتظر ما الذي ستتخذه على الأرض جماعة الحوثي بهذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق برفع نقاط التفتيش التي تقيمها على مداخل العاصمة وتلك المخيمات التي تقول الدولة أنها لمسلحين يشكلون تهديدا على العملية الانتقالية في اليمن وعلى أمن العاصمة كما تقول الدولة. في المجمل الرئيس هادي أيضا بالتزامن مع اجتماعه مع اللجنة الموسعة عقد اجتماعا أيضا مع اللجنة استثنائيا مع اللجنة الأمنية العليا، على ما يبدو في رسالة بأن جميع الخيارات ستظل مفتوحة بالإضافة إلى المسار التفاوضي الذي أعطي سقفا زمنيا مدته أربعة أيام. مراد هاشم في صنعاء، شكرا لك.